أعلنت وزارة النفط أنها ستوقع اتفاقاً مع شركة النفط الصينية جينهوا لتطوير حقل نفطي شرقي بغداد. وأوضحت الوزارة أن الهدف من الاتفاق هو الوصول بالإنتاج في الجزء الجنوبي للحقل النفطي إلى 40,000 برميل خلال 5 سنوات من تاريخ تنفيذ العقد، مبينة أن موارد الحقل ستستخدم لتغذية مصفات الدورة والمحطات الكهربائية القريبة منها. أعلن وزير النفط جبار اللعيبي عن المباشرة بالإنتاج التجريبي لحقل الصبة في محافظة ذي قار بجهود محلية. وقال اللعيبي إن العاملين في القطاع النفطي تمكنوا من تأهيل وتطوير حقل الصبة النفطي والوصول بالطاقة الإنتاجية منه إلى 20,000 برميل في اليوم، مضيفا أن المنشآت السطحية للحقل تستوعب طاقة إنتاجية تزيد على 100,000 برميل في اليوم. حذرت النائبة عالية نصيف الحكومة والجهات الرقابية من استمرار إدخال شحنات من الدجاج الصيني المحظور. وتحدثت النائبة نصيف عن دخول شحنة جديدة استوردها مكتب نبع الكوثر مغلفة بأغلفة أردنية مزيفة تم ضبطها من قبل الأمن الوطني. أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق أحد موظفي دائرة التسجيل العقاري، وذلك لمساومته مواطناً وتلقي رشوة بقيمة 50 مليون دينار. وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن العقالي أن المدانة استغل وظيفته في عام 2013 وأخذ مبلغاً من مشتكي ادعى ملكيته لعقار في محافظة كربلاء. رفض محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري قرار وزارة الكهرباء بنقل المقر الرئيسي للمديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى محافظة نينوى. وأوضح الجبوري أنه بحث مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي هذا الملف، وأكد أن المبررات التي ذكرت غير واقعية، وأن قرار وزارة الكهرباء سيؤثر سلباً على اقتصاد المحافظة.